النبي يا حاج تعالى ربنا يسعدك يا تعالى حاج تعالى كده يا حاج كده اه يا حاج النبي زعل شويه عشان مش سامعك يا حبيبي كده يا حاج كده الله يخليك مش شايفين على ايه ده واقف الله يخليك اسمك ايه؟ اسم احمد مين؟ احمد ربنا يسعدك ربنا يديك الصحه ربنا يخليك طب بقول لك يا احمد نعم الشارع ده العمومي صح؟ هو ده الشارع العمومي ربنا يسعدك يا حبيبي يكرمك يا ابني يا رب اديك الشر العاجز يا ابني يا رب بقول لك يا ابني ما عادش اي حاجه اجيب بيها اكل بس لا عيني ربنا يكرمك الهي يسعدك الهي يكرمك الهي يا رب اديله على قد ما هنديني ده بسم الله ما شاء الله بسم الله دي ورقه كبيره صح؟ اكيد دي كام دي 50 جنيه صح؟ اه مشيها 50 اه 50 ربنا يكرمك يا احمد ربنا يخليك امسكني من وسطي يا احمد ربنا يخليك من وسطي مش من جيبي يا احمد لا ايوه اه اشكرك يا ابني ربنا هيجازيك ايه انا هديك حاجه لا لازم انت لازم لا لا لا, لا لازم تديك فلوس لازم كده عشان انت راجل ايه يا احمد يا احمد ليه كده يا ابني؟ وانت عشان اديتني 50 جنيه تقوم مد ايدك في جيبي تاخد المحفظه بتاعتي؟ يا حاج طلع المحفظه وانت حيلتك حاجه يا حاج ايه يا حاج بقول لك انت فين المحفظه؟ وانت حيلتك حاجه فيها صوره خطيبتي انا ممكن ابهدلك الا صوره خطيبتي عنده في الشارع ولم عليك امي تلاقي لها هات المحفظه يا احمد دور كويس انا مش حرام يا حاج يا احمد هات المحفظه يا احمد حرامي يابا هتلمها على الشارع اخويا في ايه؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ اداني 50 جنيه وقال لي انا عملت المعروف والله معروف ايه دي مش 50 ده جنيه هو ما بيشوفش انا عملت اللي عليا يعني سرقته وكذبت يعني دي مش 50 ده جنيه اهو يا عم الحاج امسك حضرتك كده بتضحك عليا والله العظيم ما بضحك عليك يا بنت انا اللي معايا والله طلعت والله خدت المحفظه والله ابدا والله انت فتشني والله ما معايا خد المحفظه يا هو انا معايا خد المحفظه دي محفظه ايه اوعى تدي له المحفظه انتوا مين انتوا اصلا المحفظه بدل ما نجيب لك اوعى حد المحفظه اوعى تجيب لي حد ياخد بايدي بس تعالى ربنا يخليك يا ابني شكر يا ابني ربنا يكفيك شر النظر يا رب ربنا يكفيك شر النظر يا رب ربنا يديك الصحه بالراحه بس عشان رجلي معلش انا السلام عليك في رصيف كده قدام حضرتك اه انا بس عايز اعدي من عليه ماشي ربنا يديك الصحه يا رب ربنا يعزك يا ابني وكده الف سلامه عليك ويكرمك وتتجوز باذن الله وتشوف احفادك متجوز والحمد لله انت ايه؟ متجوز متنيل متجوز والحمد لله متجوز معلش يا سيدي لا الف سلامة عليك وعافية الف سلامة عليك وعندك اولاد؟ الحمد لله معايا ثلاث بنات وولد عندك مين؟ ثلاث بنات وولد اسمه ايه الولد؟ احمد احمد يعني انت بحرد معلش الله يكرمك الله يكرمك طب بقول لك يعني انت مش قادر تمشي يا حاج مش قادر والله يا ابني ربنا يسعدك ان شاء الله ان شاء الله ربنا بقول لك امر انت سامعني؟ اه بس انا مش سامع نفسي انا كمان لا سامع ربنا يخليك انا بس كنت قصدك في اي حاجه من يعني يجيبك ثواب كده اي حاجه بس من معاه حاجه زي ايه يعني؟ اي حاجه دي باكل بس ربنا يخليك اي حاجه ربنا يكرمك يا ابو احمد ربنا يعزك يا ابو احمد ربنا يخليك يا بحر هات يا بحر كم دول يا بحر؟ كم؟ اللي فيه النصيب ايه؟ اللي فيه النصيب في التخين حاجة تخينة يعني اللي فيها النصيب اديتهولك انت بتعد؟ دي 100 جنيه صح؟ 100 صح؟ دي من ورقة ب 200 ايه؟ ورقة ب 200 دي يا ربنا يكرمك يكرمك في عيالك معاك ورقتين ب 200 يعني 400 جنيه دول 400 جنيه انا مش عارف اقول لك ايه يا حبيبي ربنا يعزك يا حبيبي ولا نصة ولا نصة جبرت النهارده قوي بالصلاه على النبي بجد يا بت ايوه عند مكتب الصرافه اللي هناك كل اللي يدخل يغير فلوس يخرج روح مقبجني على طول بجد يلا بينا يعني لك الدنيا حلوه كده مقرش يا والله وشك حلو يا علي وربنا وشك حلو متشكرين حلوه قمر عسل لا اله الا الله خلي بالك بس
كنتوها طيب بس بالراحه عشان بس. طب ماشي انا واقف معاك اهو. بس انت بالراحه معلش يا ابني. ما انا ماشي معاك واحده واحده اهو بالراحه. ماشي لك بس. انت كده هتقع طيب. خلي بالك طيب كده انت هتقع تقعني معاك. معلش يا ابني. نفس ما فيش. خلاص خد نفسك براحتك. خلاص دينا وقف معاك اهو. ايدك دي؟ اه ايدك. ماشي خليها لا خليها مدفيانة يا حبيبي. عاملك ايه؟ هاني. هاني؟ اه. هاني. اه هاني. ازيك يا هاني؟ عامل ايه يا هاني؟ انت متجوز يا هاني؟ اه الحمد لله. ربنا بتقول ايه؟ الحمد لله. ربنا معلش اصل انا برضه سامع الى حد ما الى حد ما. معلش ربنا يشفينا ويشفيك يا حاج. ربنا يشفيك. عارف ودني دي اللي بشوف بيها لان انا ما بشوفش ودني هي. معلش يا حاج ربنا يشفيك. ربنا يعزك يا حبيبي. ربنا يديك الصحة. ربنا يخليك يا هاني. على مهلك يا حاج. ربنا يخليك يا حبيبي انا ما فطرتش من الصبح. ممكن بس لو معاك اي حاجة يعني يعني اجيب بيها اكل. ماشي ماشي يا حاج ماشي. ربنا يخليك. ماشي يا حاج. ربنا يخليك. طيب يا حاج. معلش ايه بقى اللي معايا بقى ده 20 جنيه معلش. ايه؟ ايه اللي فاضلة معايا والله؟ طب لا انا كده ممكن اقسمها معاك ده ما معكش غيرها. معلش بقى لا عادي يا عم معاك. عادي عادي مش مشكله. ربنا يخليك يا هاني. الهي اشوفك متكني. الهي اشوفك مسعود يا رب. الهي يا رب تتجوز يا رب. ما انا متجوز يا حاج. معلم اتجوز ثاني. معلم انت عملت كام النهارده؟ انا متجوز معايا عيال. عملت كام النهارده؟ ايه اللي جابك من طنطا؟ منطقتك ده انا بص ده انا عملت 200 جنيه وزي الفل و10 على 10. انت ايه اللي جابك منطقتي هنا؟ الزبون ده كام يا عم؟ انت مالك ام الزبون المقشفر اللي هو بقول لك ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا قلت يا عم بص منطقتي يا ابن القص. ايه يا عم انت هو؟ انت عبيط يا عم؟ ايه يا عم انت جابك معايا فلوس ما تحسبوش عليا ولا ايه؟ خد هنا اهو. العفو معلش يا ابني عشان وانت الشمال نظر وبان الواحد ما بقاش فيه حاجه خالص. سلامتك يا الله يا ابني. سلامتك يا حبيبي. سلامتك بتقول ايه؟ بقول لك سلامتك. زلابيا زلابيا. سلامتك يا حبيبي. معلش اخليك تكلمني اقول لك بس تمسك ودني. فين ودنك؟ ما لكش ودن؟ لا فيا يا حبيبي. سلامتك وانا افهم. ماشي يا حبيبي. ربنا يخليك. انت اتفضل يا حبيبي. متجوز؟ اه يا حبيبي. ايه؟ اه متجوز. متنيل. متجوز يا حاج. اه متنيل. اه متجوز يا حبيبي. ربنا عندك اولاد؟ اه يا حاج. ربنا يسعدك بيه. الله يخليك يا رب. بقول لك الله يخليك. تقول اسمك ايه؟ اسم رمضان يا حاج. ايه؟ رمضان. معلش رمضان. كل وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب. انت طيب يا حاج. عليك بخير. انت طيب يا حاج. لا اسمك انت. اسمك ايه؟ رمضان يا حاج. ايه اسمك؟ يا عم كل وانت طيب وربنا عارف. بقول لك اسمي رمضان يا حاج. اسمي. اه اسمك رمضان. اه يا حاج. اكيد بقى مختلف واد اسمه شعبان. صح؟ وانا جبت اسمها رجب. شوف ربنا يسعدك. الله يخليك يا حاج. بقول لك ايه يا حاج شهور الكريمه انت رمضان. رمضان يا حاج. ربنا يخليك يا حاج. الله يخليك. ما عادش اي حاجه بس اكل بس. ربنا يخليك. حاضر عينيا. ولو يا ريت كمان تزود بس سنه عشان عايز اجيب معجون سنان. اتفضل يا حاج. ربنا يخليك يا حاج. اتفضل يا حاج اهي. متشكرين يا ابني. اتفضل. متشكرين. ايه ده يا ابني؟ انا بقولك اجيب معجون سنان. ايوه بس يعني ليه ده؟ يا معلم يا معلم عملت كام النهارده؟ ازاي تخش عليا وانا في شغلي؟ خدت من الزبون ده كام؟ انت ازاي تخش عليا وانا في شغلي؟ بتشتغل يا ده انت اللي جاي منطقتي. انت عبيط يا ابني. ايه يا معلم ما ينفعش كده؟ انت طالع مني زمان. انت بتشتغل ولا ايه؟ تعالى لي بس انت بتديله كام يا عم؟ يا عم هات الفلوس يا عم. اشتغلنا يا عم. شغاله ناس مالهاش لازمه قاعدين مضيعين وقتكم وقتكم مع الراجل. انت يا عم خليكوا كام عند الشارع. ربنا يسعدك يا ابني. ربنا يخليك ويكفيك شر المرض. هو الاستاذ اسمه ايه؟ ايه؟ الاستاذ اسمه ايه؟ سعيد. الله يسعدك يا ابني. اسمك ايه؟ سعيد. انت طيب يا حبيبي. الله يخليك يا حبيبي. متجوز يا سعيد؟ ايه؟ متجوز؟ انا اعزب. مين؟ اعزب. يا يعني متجوز دول كلهم؟ زي اعزب شو كده. الله يجيب يا حبيبي. I'm gonna go get some.
وشك اه والله وشك كوميدي خالص. بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمك. بقول لك ايه؟ قول سعيد. قول ابا من عين ابا ربنا يخليك. لا بس حلو عزف شغلي. عزف شغلي ربنا يخليك. ربنا ربنا يسلمك. ولا من شاف ولا من دري. من حاجه وحشه ربنا يخليك. ابوكشا حموكش انت ايه اللي جابك منطقتي هنا وعملت الكلام النهارده بالسكوت ده؟ انت عبيط شد؟ عبيط ايه يا عم؟ ايه اللي دخلك دلوقتي؟ بتغلط فيا؟ انت عملت الكلام بالظبط يعني هو يقول علينا ايه دلوقتي؟ نصابين؟ يقول علينا حراميه؟ يعني هو يقول علينا هتقول علينا ايه دلوقتي؟ ان احنا نصابين ولا حراميه؟ سيبهولي سيبهولي. وريني بقى تعمل فيه ايه؟ انت عايز ايه؟ يا عم في ايه يا عم؟ مالك يا عم؟ عايز ايه؟ يا عم انت بكلمك احنا بقول لك ايه؟ انام لك على وشك ولا فيك؟ اه معاك بقى ولا فيك. شاورما قوي لان عايز واحد ما بيفرش شاورما بيحصل له تعالي ايه لازم شاورما حاجه ما هو انت ما ينفعش تجيب لا ما تنفعش ربنا يكرمك. ايه ده يعني؟ بقول لك شاورما مش طعميه. يا حموكشه يا حموكشه انت نازل منطقتي ليه؟ مش كل واحد فينا ليه منطقه؟ الله انا دي منطقتك انت بتقطع عليا يعني وعلى رزقي؟ ما ينفعش كده. انت عبيط ياد دلوقتي الراجل ده يقول علينا ايه دلوقتي؟ انا لسه يقول علينا نصابين حراميه؟ نصابين طبعا. يعني انا اصغر في عينه؟ ليه؟ انت بتغلط في حموكشه وبتغلط فيا. عيب انا نصابين. عيب 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 ما تبقاش كده. عيب. لا نصابين اهو. ما تقولش نصابين. لا نصابين يا عم. نصابين ايه يا عم؟ بيضحك عليا ولا ايه؟ يا عم نصابين ايه يا عم؟ لا بقول لك ايه يا عم اتكل على الله يا عم. ولا اتكل على الله يا عم. ولا يا عم ما تقولش نصابين. ما تقولش نصابين حراميه وحراميه كمان. يا عم اتكلم على قدك. عيب اتكلم على قدك. عيب عشان 5 جنيه.